مرحبا، سأريكم اليوم كيف نصنع صاروخا، سفينة وفأرة بواسطة الأشكال الهندسية. فبواسطة الأشكال نستطيع أن نرسم كل ما نريده. دعونا نرى. لصنع الفأرة أنا بحاجة إلى دائرة كبيرة لصنع الجسم، إلى مثلث لصنع الرأس، إلى دائرتين لصنع الأذنين، سألصق العينين، يبقى أن أضيف اليدين والذنب. لأصنع الصاروخ أنا بحاجة إلى شكل المستطيل في الوسط، وإلى المثلثات على الأطراف، سأضيف أيضا شكل المثلث من فوق، والدوائر في الوسط، وهكذا نحصل على شكل الصاروخ. لصنع السفينة سأستعمل شكل المستطيل لأصنع الماء، أيضا سأستعمل المستطيلات والمثلثات بهذه الطريقة، سألصق هنا أيضا مستطيلا، يبقى أن أضيف دوائر على شكل الدخان المتصاعد. وهكذا نكون قد أنهينا هذا النشاط. أتمنى أن تكونوا قد أحببتموه. أراكم لاحقا، إلى اللقاء.